البنات الربع ما بقى لي والو وقت لي زونسومبل داكشي علاش غادي نوريك ربعه ديال لي زونسومبل مونقي ديال اي مناسبه الاول غنجيك من الاخر هاد لونسومبل اللي كيجي علاش كشوميز وسروال ديالها خصو يكون عندك ضروري بغيتي في الكلاس غادي ديري لي زاكسيسوار وتدخلي نفس اللون في الساك والصباط والزيف ديالك الا كنتي حجابيستا وهانتي لابسه لبسه كلاسيه بغيتي في الكاجوال سيري زيد داك السروال اللي عزيز عليك ديال الجين افيك ان تيشيرت ابيض سبرديلا بيضاء وبدعي ليا في اللوك كما بغيتي كنتي فوالي بدعي في الزيف سينو بقاو ديما ديروا الزيف ديالكم في نفس اللون مع السروال الا كانوا عندكم توفري كانش عندك مع الالوان دربي كلشي في الكحل سواء تسدي لا شوميز ولا تحليها تقدري تلبسيها مع لي جوب كيف ما تقدري تبراتيكيها حتى مع الكسيوات اللي كيجيو لاصقين ديال الخيط وحتى السروال ديالو راه تقدروا تلبسوه مع كاع لي جاكيت اللي عندكم كان ستيل هو الفاليدي ستيل هذا غتحكموا عليه تقولوا ما غاديش يجي لا سبور لا كلاس ها نتوما لبستو مع دي طالون جو زوين لبستو مع سبرديلا جو سبورتيف وحيت داك الفوق ديالو جاي هكا شي حاجه ستيلي غادي تقدروا تلبسوه حتى هو مع كاع لي بونطالون اللي عندكم بكل راحه ومع كاع الالوان والستيل الثالث والاخير بيان سور خديت فيه جوج الالوان هذا بيرفكت لاي بنت كيعجبها السبور الفوق ديالو جاي على شكل جاكيطه كما كتشوفوا وانا خديت فيه البيج والكحل حيت كيجيو مع كاع الالوان ضربي اي جين عندك ولا اي لون ديال الزيف على ضمانتي غادي يجيك زوين دونك بلا ما نطولوا الهضره طاقي لي الصاحبه ديالك تستافد وغنخلي لك حتى لاباج ملي خديتهم تحت لا فيديو بيزو